Quite nice. E bismillah e evake o e bismillah a e o assalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in al
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله وباليوم الآخر دمنا إلى الله باتنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأوصله وفروع صغيرا وكبيرا ذكرا وأوصال مكان من شرق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى الكريم يؤتيه مشاعرهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البجوري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي وللإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام مالك المدني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسد وشيخنا أحمد فوائد أسعد رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويرفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الرتيب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأوصى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يا هادرون ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلينا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويرحمه ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا الآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا وله أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المزدان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة
مهلة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومؤتي كل سائل، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ويسر لنا ولا تعسر علينا، واردنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمن. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تهدك سدرا عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عليم سري منا لا تهدك سدرا عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عليم السر منا لا تهدك سدرا عنا، وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا لطيف لم نزل ارض بنا فينا نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل ارض بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنت من الصلاة على الحبيب، فصلاته نور نور وضيء، أنفاس جنات مفاتح رحمة، نظم حبيب. الله 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 صل والملائكة الكرام على الحبيب. إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا تغيب، حاشا
يضام هشا يضام هشا يضام من استجار بها وعاش أن يخيب فإذا دعوت الله وإذا رجوت الله فإذا طلبت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فامدع دعاءك ختتمكم بالصلاة على الحبيب النبي صلوا عليه صلوات الله صلوا عليه صلوات الله عليه
قمرون وجميل
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bi qauli alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majlis dalam rangka milad yang pertama majlis mahabbatun nabi. Semoga majlis mahabbatun nabi menjadi majlis yang insyaallah dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tak perlu panjang lebar kami menghaturkan, kami banyak-banyak terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang telah hadir,
yang berkenan untuk menghadiri milad majlis mahabbatun Nabi yang pertama. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teriring doa, kami mengharap doa panjenengan sedoyo agar supaya majlis mahabbatun Nabi ini terus syiar, terus berkembang sampai ila yaumil qiyamah. Dan semoga kehadiran panjenengan, kita semua yang hadir dalam majlis yang penuh dengan berkah ini berkumpul dengan para ulama dan para habaib, semuanya dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita semua. Hal-hal yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk para kiai dan habaib yang hadir, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga beliau senantiasa selalu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau, selalu diberi kesehatan. Amin. Afiyah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita buka majlis pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma bi salafuna salihun ajarakumullah al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوينا أن أنظر المولد مثل ما أنزل به سلفنا الصالحون وبنية تعظيم شهر ولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبنية زيادة الإيمان والتقوى والمحبة والقرب إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أسلافنا الصالحون لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الحبيب علي بن محمد بن حسين الأبشي ووصوله وفروعه أن الله يغفر له ويرحمه وعلي درجاته في الجنة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الفاتحة لقطب الأقطاب وصيب الدرك أن الله يعطف قلبه علينا ويهرك همته إلينا بالنصر والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوى ممولى صلى شأن الظاهرة باتنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافية لكل شهر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مولود فالعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى العفاف في الغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنانا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق.
قال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى موثقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك
يا نبي يا رسول الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وعسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فلك الحمد الذي لا تنحصر فراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالى، جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وانتنى في مجده وتعالى، لا حدث العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعرف تعقل معاني الجنان، انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر الله عليه. اللهم صل وسلم
وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول وصف المطلق الحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التام الذي تنقل في بروجه ليتصرف في موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأنظرت من سر هذا النور ما أنظرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى ورد في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الافكار ظهوره وبغر فتعلقت المدرك من هذه الحروف بيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وان كانت الاصل لا لا تفي بعشر بعشار اوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فلنقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن ننسري إلى تدوين ما حفظ من شرشف المخلوقين وما أكرم الله في مولدي من الفضل الذي عم العالمين. ومن كان رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة والعجد الشوق إلى سماع صافي العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى
محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأقوان ملا الأقوان حبيبي Yeah.
الحمد لله ولا إله إلا الله so good.
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما عركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتابة القلب والكرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموت دع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عادت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم الكديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فوقع إلى بطنها فضمت عشاؤها بمعونة الله محابة على أكاد درة صونها وحملت برعاية الله كما عرض عنا حاملا خفيفا لا تجدنه ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشر من حمله وقرب وقت مرزيل عن شهادة إذن تسمع على هذا العلي فيضاط فضله وتنتشر في آثار مجدي الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموزونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون تسويفة إلى بروزه
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلية بكمال البشارة. وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام. صلى الله عليه وسلم بالبركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفي إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه فعين قربا وانوق هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف القناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سوح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد وقر شمائك وتتقيك ولا تريد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى سلام عليك يا رسول سلام.
الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي يا رسول وسلم صلى الله على محمد صلى الله
محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسع بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فوصل الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز فتح على مجدها خدت على نجسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وقايع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عين الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بذلك يحسن ختمك ما يحسن تقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد فرح بعي بركي أي بركه روح ورسول الله من يسمى الحمد لله panjatan mujadan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala teluniki kula kalih dika saged sareng-sareng hadir kangge marakaan awak kula lan dika teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan waosan selawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan besok nanti no kiamat kang paling parek nang isun hang akeh maca selawat saya kata salat nang dibawas kula lan dika dulur saya parek teng Kanjeng Nabi saya gelis oleh syafaat Kanjeng Nabi saya gelis di sepura kali Gusti Allah saya gelis melebus surga mugi-mugi kula kalian dika dulur dados tiang-tiang hang istiqomah tak salah beti mau sholawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali, kula kali tiga dulur hadir dalam rangka berusaha memarakkan, apa, mendekatkan, ya, marakkan aku kula kali tiga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan mirengakan riwayat-riwayat cerita-cerita dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat sehingga kula kali tiga tepang teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah kelawan tepange kula kalih tika teng manah kula kalih tika niku wonten mahabbah, wonten cinta. Nah, kadung pun teng salebeti manah niku wonten mahabbah, wonten cinta, insyaallah kula kalih tika dados tiang-tiang kang diparingi enteng gampang kali Allah Subhanahu wa taala kangge ngelakoni
syariat kangge ngelakoni sunnah kangge nerusakan perjuangan-perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat niki dulur kroso abot nalikane teng manah kula kali dika mboten enten mahabbah teng Kanjeng Nabi. Sunnah niki sorok nggo nglakoni. Kira-kira napa? Kira-kira mboten enten mahabbah. Perjuangan niki kari larang niku yo. Larang perjuangan niki. Hing rasa murah kaya liyan-liyane. Keranten napa? Keranten mboten enten mahabbah. Makane diuji dalu niki kula kali dika dulur milih endi? Milih Kanjeng Nabi ta milih PSSI gitu yo. Makanya ra untung-untungnya kalau kalian tiko hang kali Allah Subhanahu Wa Taala di tetesan tiang-tiang hang meleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tim yang aneh meleh lian-liane. Iya, makanya terasa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la yu'minu ahadukum hatta aku na ahab ilaiha ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Mboten saged tiwara kula lan tika tiyang hang sempurna iman teng Gusti Allah Subhanahu wa taala kadung makik demenenang liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja maning kongkon milih Kanjeng Nabi nang anake nang wong tuweke nang donyane lan menungso liyane. Jarang kongon mele Kanjeng Nabi Muhammad Abi PSSI bin maki geleman mele PSSI sapa gelem dulur miane bawa yang penting rokene oleh sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang napa namine majelis-majelis kalau sedalu niki sewaktu-waktu kok dibiarengan kali napa ngoten dulur mulai dicacak mulai diu diuji gitu. Saya kira alhamdulillah biar ngambil PSSI kok kapan-kapan biar ngambil parah gitu loh. Kang kira-kira kene repot meleh. Makanya roh kula kalian tiga hadir kata sengatan ini kita ngar insya Allah kula kalian tiga dada setiang-tiang hanti karapaan saya kali Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbangan liyane. Makiyo ta wis, makiyo ta wis. Akeh hang teko samarine. Ya, makiyo ta wis. Iki dene durung mari. Oh, ngono to. Durung mari, wis pira-pira iki. Menang ndi? Miane we. Miane we, miane. Timbangane 12 miliar diwiakan nang lalare kau. Ayo, kan bonusnya kadang menang oleh rolas miliar. Semeru kok makin turun kan di piang konumia ya. Rolas semeru kan tidak konon enak. Tiba-tiba kelalaran itu kebaran bicisnya teman-teman. Kulau wawah ini kita ngelak dari tanggal kali Gus Umam. Gus kelentik. Ini termasuk perkara mubah. Nopo perkara makruh, nopo perkara haram. Hati-hati, hati-hati. Hati ya, hati-hati. Hubbul waton minal iman. Bukan berarti hubbul waton minal iman terus melo kang ketiku-ketiku. Aja sampe. Aja sampe. Mangane terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso niku kang paling lemah imannya. Nalikane mung saged ingkar kelawan wontene kemungkaran. Kiai wah mudun isun. Kula ngale ada tiga batu mongga mudun mantap kula. Mereka ada tiga kata mantap kula mantap. Masya Allah lagi kiai kita bersama ya. Enggak. Tiang kang paling lemah, lemah itu mana tuh? Iki kontrolnya kurang antar, bung, hooper ya, hari repot, angkatan, Bismillah, angkatan loh, jeru ruangan itu bisa nginget, iya, kanan kiri, sorong,
Bismillah. Kurang-kurang. Aduh turun muni cuit. Aja leren. Bismillah. Ala sakat mau ketika ro enak wes. Ngeten dulur, niki kula nek MC mawon mantun-mantun ngaose tiyang kalih Habib Muhsin kalih Habib Abdurrahman. Kula niki mulo demen dadi MC. MC ami pidato upaya podo. Ya rus. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku ngadak kiai-kiai kang tuki niki. Mangke terakhir anu atas nama Khatib Majelis ceramah mauzah hasanah sekaligus doa Gus Parit. Ketu ngendi mau? Terasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhaful iman, iman yang paling lemah nalikane kula kandika dulur kecaruk napa mawon kang boten cocok kali syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali itu kok mung bisa hing demen. Mung bisa hing hing demen. Ketika tok hing demen gitu tok. Niku atahul iman, iman yang paling lemah. Nang dure mana hong rada kuat kula ndi nalikane bisa kelawan lesane ngilingaan. Eh? Niku hang paling kuat mana nalikane sakit nyegah perkara-perkara kang mboten cocok kelawan syariate Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene nyegah yang bisa, ngilingaan nganggo lesane yang bisa, demen yang bisa malah katut dadi wong kang demen, katut dadi wong kang dukung perkara-perkara kang boten cocok lawan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus iman caparan kang ketiga. Heh. Mangane nang kula sering cerita, umpama kula kali teko kecaro kali Doraemon, terus diliwiata anang lawang hang bisa ngalih kula kali teko teng waktu hang kepungkur seumpama nawai seumpama kula kali teko kecaro kali Doraemon terus melebu lawang hang bisa ngalih kula lantiko teng waktu hang kepungkur katakan kula kali teko melebut lawang terus moro-moro rip nang zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan iman hang kados sak niki insyaallah kula kali niku kadahan dados Abu Jahal. Lah iya. Kadahan dados tiyang kafir. Sapa hang wani kaco nang awake dhewe kaya kadung kula mboten Habib, kadung kula urip kali Kanjeng Nabi Muhammad kelawan keimanan hang wonten sak niki niki insyaallah kula dados tiyang kang iman jare sapa? Lah urip kumpul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu butuh mahabbah, butuh cinta yang luar biasa. Kadung koyo ketinggi modele kafir, makin isun insyaallah kan kafir. Makanya kadung rungu kula kanjeng kok mireng critane sahabat karena ke sahabat urip ambek Kanjeng Nabi, karena ke sahabat bisa nyumbang Kanjeng Nabi, karena ke sahabat bisa milu perang ambek Kanjeng Nabi, nyacak isun urip jamane sahabat. Wah, isun mesti milu Kanjeng. Jare sapa? Nyaling kon ngetokan bondo kaya Sayyidina Abu Bakar. Nyaling kon ngetokan bondo kaya Sayyidina Umar lan sahabat-sahabat liyane. Eh? Nyaling. Kon tuku siwak ben ngenteni tanggone Kang Umroh yane diwenehi. Nyaling ora gitu lho. Nyaling kon ninggal anake rabine. Nyaling kon ninggal hang hasilnya gede nang awake terus kata sahabat-sahabat nalikane dijak perang Tabuk kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku terase riwayat kula ngaos teng Habib Muhsin kalau dia bene sahabat-sahabat dijak perang bi Kanjeng Nabi Muhammad kang ditinggal masa mung keluargane masa mung anake mirabine tok kurma kang wis siap panen ditinggal gitu men dulur logrok bosok masa mikirin bayau kene dijak solawatan enak oleh rotai oleh jajan kongo ninggal PSSI ben nggih ngelam nene hing kafir kok dong lek jaman Kanjeng Nabi ya mangane syukurane Gusti Allah Subhanahu wa taala mulung kalian niku mboten diuripan biar kami Kanjeng Nabi lha sahabat-sahabat kok iso bisa terus nangane terus ulama paran
imiane menungso sak donya iki make kalah nang waran nang lepu hang nemplek nang ulune biacote jarane Sayyidina Abu Bakar. Cuma nang Sayyidina Abu Bakar ana wong kang ngomong nang lepu hang ana nang sandale Sayyidina nang lepu hang nemplek nang wulune biacote jarane Sayyidina yang ada paran-paran itu. Ya saya ini buktinya biasanya masuk sepi gitu. Biasanya orang tak yang itu kok. Nah, ini biar kami sama namanya. Nah itu. Hon, kenapa kalau kamu ngomong ke atas dan ngeten telur. Kulah ini, itu turun Rafi Leo. Jangan ini ke Rafi Leo. Atau Luti ya. Lutu ngakaan ya, setelah ini kan lancing-lancing mugi-mugi gelis rapi, gelis payung. Sampai dengan teraan, aku ada yang gelam. Kurang doa nih, aku lupi. Nyacak sanggup sabuk mangir itu. Insya Allah, mantan milat. Insya Allah, angsa gitu. Aja milu-milu. Harus jadi temar, ini buat lelah. Jamane wono pengen ono Habib dulu. Tapi itu tuh Habib pengajian-pengajian ngeten selawat mboten. Habib hang demen sontokan. Samarane? Ya, Habib. Ketika musuh sama McGregor. Nggih, Conor McGregor ya. Iki sumpah-sumpah kalau kali iki melek dulu. Urip wajar-wajar minum syariat itu aman. Jangan lebay. Lebay kemarin. Ya lebih itu jarang biaya orang lebay. Jangan lebay. Kalau ini ada rencang. Yang ini yang berpendidikan. Yang berpendidikan. Malah karirnya luar biasa. Corong saya itu penter. Ya tapi mungkin penter di bidangnya tidak penter di bidang yang lainnya. Ketika yang rame-rame dukung. Sapa Habib Nurmagedok. Nah, ini aku ngeliat tentang ngeliat Habib. Kamu di Habib, kamu di Parane. Aku ngeliat tentang ngeliat, akhirnya kami wong kaya gitu dukung tahin. Mungkin dukung, Habib. Dukung karena Parane. Gitu kan tiang Islam. Apa semua yang dilakukan oleh orang Islam itu harus didukung? Kan Islam, apa semua yang dilakukan oleh umat Islam itu harus didukung? Makanya nonton saya, nonton unen-unen tuh, akhir-akhir zaman ini tiang-tiang hang roto kepingin dilem wong-wong jopo, ngomong, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu membela keadilan. Jangankan lagi umat Islam yang harus dibela ketika benar, Yahudi sekalipun ketika benar harus kita bela. Padahal kan tidak mungkin Yahudi itu benar. Mana ada Yahudi benar, apalagi zaman sekarang. Jadi omongan-omongan yang perlu gitu, omongan yang ganggu, omongan yang membuat orang ini kesel dengan pemikirannya, omongan yang membuat orang lain itu girang. Kan pokoknya benar kan Yahudi harus dibela. Hang ngarepe dibela bener endi? Yahudi ini benar salah. Para maning liyane. Jangan kasih kesempatan. Anu bukan wong ngomong gitu lho. Pemimpin itu lebih baik kafir tapi adil daripada muslim tidak adil. Pertanyaannya apa ada? Ada tak ada? Wong kafir kang bisa adil kok ana ta? Biar syaratnya adil kudu Islam sorong. Hang apik we, wong apik nang rakyate tapi durung Islam berarti tidak adil. Jadi kok jadi pemimpinnya wong akeh, jadi saksi ini nikah bin kudu adil syaratnya satu kudu Islam, nomor dua tidak fasik. Lagi kafir kalau tidak bisa adil. Lebih gitu juga. Iku bahasa-bahasanya ilah-ilas. Ilah-ilas kalau tidak buatan kiat, buatan pantas mlebu surga. Tapi yang kuat nang neraka sekarang pe kelenti.
Bun, tanggal gimana? Apa semua yang dilakukan oleh umat Islam itu patut didukung, diapresiasi? Kita doakan. Muka-muka, ya Allah, muka-muka Habib menang, ya Allah. Muka-muka McGregor kalah. Ya kok saya lagi, ya Allah, istighosah untuk kemenangan PSSI. Solawatan untuk kemenangan PSSI. Dungakaan ini PSSI menang. Lah, kulo kali itu betul tiang Islam. Masa cerita ini, yang demen kami pada Islam. Nang uang Islam itu demen. Tapi ketika kelakuannya tidak cocok dengan Islam harus ingkar. Ya perkara demen, ya demen aja dialil gitu. Luputnya ketika demen dialil itu sebuah kebenaran. Kula nanglet. Ira iki dukung norma kidung dungakan muga-muga menang iki. Lomba parang. Menang parang. Eh? Menang debat masa wong kafir ta. Menang parang. Menang lomba pidato ta. Menang lomba kori ta. Menang lomba hafalan Quran ta. Biar menang nyontoki hu. Dan itu ngakaan menang wong kang nyontoki wong bener. Ya ne dogolan. Udele katon aurate kebokak ulundungakan temenanan kok ndungakan wong jihad maju perang masa wong kafir. Bareng kiyaine gurune merono merene pengajian sing tak didungakan sampe kaya gedhi kudune. Tau ta ana kiai pengajian ana gurune dakwah ya Allah muga-muga diparingi slamet kiai kula ya Allah. Muka-muka pesantren diparing aman ya Allah. Tahu tak? Keuntungan Habib ini menang masuk Gregor itu. Oleh tantungan kan ketika itu oleh. Oleh. Angsal. Oleh. Tantungan wong dosa itu oleh. Hah? Terus. Para mana yang ditantungan wong hang mula menistakan ajaran Islam. Kadung rik kok lebiaran berangkat nang masjid kecaruk wong sembiayang selawaran cendek dogolan kira-kira riko yang muring kecuali wong edan ketika para nyontoki wong mari ngalahan wong ngecupete ke dosok dulur ngedu jangkrik dosok ngedu semut dosok para mana ngedu uang yang memang kemuliaan manusia ini di atas rata-rata makhluk Allah lain lainnya ngetuang di tengahkan para mana ngetuannya kerana totohan ditotohi uang ah uang ah kayak kadang sih kerana totohan masa nak cerita ni uang contohkan ketika dulu coba kang biaya nyale ngetuang ngetu PT kadang sih kerana totohan ni leren ni kok ikut ikut tu Allah mau ngomong mana para ni kan di tengahkan. Wong salah nang agama kok di dongakan. Mari menang sujud syukur seluaran cendek dogolan kelam diceritone. Sujud syukur kan syariat ngadep kiblat wudu tertutup aurat. Auratnya kok arepe dewek. Itu kan hanya ungkapan untuk rasa syukurnya. Kadung mulo menungso iki oleh dibebaskan untuk melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa syukur tutup syariat kowe. Mangane rasa bener no artis rada viral gara-gara diundang nang hole salah setunggal kiai Ramadan ngomong kita kan tidak harus sama untuk dekat dengan Tuhan. Yang penting bisa parek mangke sing padha sembayange gitu Bu. Karepe dhewek. Terus parang gunane Gusti Allah ya fattabi'uni. Milwaisun parang gunane Kanjeng Nabi Muhammad dawuh sallu kama raaitumuni usolli parang gunane Kanjeng Nabi diutus. Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyamakan visi dan misi dalam pendekatan diri kepada Allah. Pokoke padha mi Kanjeng Nabi hing bisa Pak hing bisa parek bengen isun rungu dhewek mosope tenah ketika si Raja Dangdut nang Sukorejo
ditakoni mbek lare-lare santri mengatakan Bang Romah, seruling itu kan haram. Para semaure, demi Allah, ketika ada suara seruling, saya merasa syahdu hati ini dan merasa dekat dengan Allah. Lah kadung ketika modele agama, ya ditutup Kanjeng Nabi itu leren sekarpe dia. Apa harus sama dalam mendekatkan diri kepada Tuhan? Kan segala cara bisa kita lakukan untuk merasa dekat dengan tuh. Iki Nabi anyar. Kari enak rege. Sujud syukur nang tengah lapangan. Embuh di kiblate, embuh kelendi aurate, embuh kelendi syarat ruku nang di ngomongan kene ndongakaken. Tutup mung deleng ndongakaken. Nangis kadang-kadang kadung menang, nangis kadang-kadang kadung kalah. Kula lu mosok ngelarang karep-karep ira. Terus mata-mata ira ngdeleng iso mil. Tapi iso dong ulah ning ngene lho. Kan sekaken welas. Kadung ngono ya rumangsa kadung iku salah, aja rumangsa. Bener. Kan ditungakan sapa? Apa itu bernilai perjuangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya? Jadi repot yang kenal langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong totoan, biayanya, dananya, dana-dana dari barang yang tidak benar. Makanya kan pengen ini ketika SDSB tutup, bingung pemerintah yang golek dana untuk olahraga. Lu kabe tuh lu, kadung sih ada wong totoan. Tutup kabe, Bundesliga tutup, La Liga tutup, Champion tutup, para mana? Liga Inggris tutup, tutup kabeh. Biar kang biaya niku totoan, makane handeleng gede gunane gitu lur, berarti ndukung wong kang totoan. Ayo, melendi. Selawatan ta wes sih. Lah, jangan terus dikoi itu Habib tuh pemberontak. Habib itu tidak cinta NKRI. Hei, delengan ya, kadung ono perang. Delengan, sapa kang ono ngarep? Isun. Cara londok moro delengan sapa kang ono ngarep? Sakat pengen to, Lur. Sudah terbukti oleh zaman, terbukti oleh sejarah, kang ono ngarep biacukan sontokan, tembiak-tembiakan ami londok ya para ulama, para kiai. Santri lian-lian rapat perundingan Renfil, meja bundar, Rum Royen, Linggarjati, penjara enak-enak, tibang nang badan naik. Hei, masa kulo ni ngompor ribet. Biar kita sadar perjuangan ini. Aku mau. Lah kadung mulo. An, di tempat ini Solo, Duar, Maribes. Yang kan dibedi dengan tembak kiai-kiai kalau nggak sorry, coba waktu perundingan tembak orang sisi-sisi, no, dar mati, mari, dah hang ganas sih kalau nongeng sorry, kiai-kiai ulama-ulama, gitu, hang tentang anjat ni hang ganas melawan lo, dok, kang ditekan ikul, kang biang perundingan, hing mati ganas. Keneng dijak ngomong, otot biarang, lo gue sikile sengkel enak, gitu kan. Kopi biarang, ngopi biarang. Yang berjuang sama ya para ulama, para kiai, para syuhada nih, gitu kan. Terus, ketika yang dianggap bela negara, ngentekan biji negara, iya. Makanya tak? Sekali-kali. Kula niki kepengin majelis-majelis selawat niku lambange ndonono lambang Garuda. Lha nanti dikiranya kita ini tidak ada bela kepada jare sapa? Cakat pengen kang maju Solong, kang biacukan Solong, mosok londok, kang mati Solong, para kiai lan santri-santri. Tenengen.
tapi muga-muga jono perang. Jadi alhamdulillah, muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Acara Jalini Ketulur spesial dalam rangka milad atau ulang tahun Majelis Mahabbatun Nabi yang ke-1. Ya rane ulang tahun pertama lari cilik mah itu. Cilik mah. Amin. Guru suci bagi di insyaallah mudah-mudahan bertambah umur, bertambah makmur. Selanjutnya monggo dulur mau idzah hasanah iki durung makke. Habib Muhsin Olong, Habib Muhsin bin Alawi Al-Habsyi, kepada beliau kami persilakan ngaji dulur iki tumujuk koyo sing itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi kulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أمين أمين يا رب العالمين برا حضرين برا والحضرات برا جماعة رحمكم الله. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali hadir spesial dalam rangka milad 1 tahun Majelis Mahabbatun Nabi yang mudah-mudahan menjadi majelis yang benar-benar membanggakan Allah Subhanahu wa taala, membanggakan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua yang ikut andil di dalam majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hadir mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan Majlis Mahabbatun Nabi menjadi majlis yang semakin besar, yang semakin bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya apa yang disampaikan Habib Jawad itu sudah cukup nih, Bu. Tapi karena perintah sam'an wa ta'atan ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah seorang nabi dari nabinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang luar biasa. Seorang nabi yang dari sisi ketenaran, dari sisi keterkenalan, kekayaan, bahkan kekayaan beliau tidak ada yang menandingi, yaitu Nabi Allah Sulaiman. Dengan segala apa yang beliau miliki, ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kepada seluruh kru khadim majlis Mahabbatun Nabi bisa terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Tidak lupa diri nggih. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Nabi yang kekayaannya tidak ada pernah ditandingi mulai sebelum Nabi Sulaiman atau setelah Nabi Sulaiman. Bukan cuma bisa ngomong kepada rakyatnya dan dituruti, bahkan kepada binatang-binatang, bahkan kepada awan. Awan itu tunduk. Awan itu nurut. Kalau tadi Habib Jawad ngomong Doraemon, ada awan yang di dalam kartun, biasanya awan apa? Awan Kinton, edisi kartun. Awan Kinton, apa? Dragon Ball, tak? Dragon Ball itu ngarang. Dragon Ball itu hayal.
Tapi Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa yang Allah sebutkan ruha'an haitsu asab. Awan itu lentur, awan itu manut kepada beliau, digiring kemana saja, disuruh kemana saja Nabi Sulaiman bisa ngiringnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan diceritakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Sulaiman itu luar biasa. Saking luar biasanya Allah ceritakan satu episode kecil di dalam perjalanan Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Qalat namlatun. Ada satu kolat, kolat niku berarti perempuan, nggih yang ngomong perempuan. Kolat namlatun, ada satu semut perempuan, semut wadon. Dan ternyata firman Allah 1400 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti secara ilmiah. Allah ketika menceritakan bukan menceritakan raja semut tapi ratu semut. Kolat namlatun, ada semut perempuan. Ratunya semut mengatakan, ya ayuhan namlu, para semut. Berarti rajanya semut itu bukan raja, tapi ratu. Dan terbukti ilmiah sekarang membuktikan bahwasannya sekawanan semut, kelompok semut itu yang menjadi kepala mesti perempuan. Subhanallah, itu namanya mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau sampean cerita, kalau di cerita lain kola. Binatang itu kola. Tapi ngomong no semut kok. Kolat berarti ratu semut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kolat namlatun. Ratu semut itu ngomong begini kepada penduduknya, rakyatnya. Ya ayyuhan namlu. Hei semut sekalian. Udkhulu masakinakum. Masuk ke rumah-rumah kalian. Masuk ke lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian itu diinjak-injak. Terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak terasa. Namanya orang injek semut ya gak kerasa kan, betul nggih? Apa meneng tentara. Coba saya bayangkan, Pak, saya mau tanya. Nabi Sulaiman Allah ceritakan ada semut di depan beliau ngomong, "Mlebu." Kira-kira semut sama tentaranya Nabi Sulaiman itu sudah dekat apa masih jauh? Wis parek apa magi ado? Parek. Kadung parek kaset. Pelayone semut yo kalah, larinya semut mesti kalah sama manusia. Tentara yang lewat itu cepat, semut melayu mesti kasep. Sehingga itu omongan jauh dari tempatnya Nabi Sulaiman. Luar biasa Pak Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Allah ceritakan ketika semut bilang, ayo melebu. Cuk sampai kicek, ayo masuk. Ternyata Allah ceritakan selanjutnya, fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman tabassam, mesem. Nabi Sulaiman tersenyum min qauliha gara-gara terdengar suaranya semut. Jadi semut ngomong melebu. Nabi Sulaiman ngakak. Nabi Sulaiman tersenyum. Ya, mesem. Ketawa Nabi Sulaiman. Min qauliha gara-gara ucapannya semut. Semut ku magiat do. Semutnya jauh, Nabi Sulaiman dengar omongannya semut. Kadung saya panjenengan, kumpul no semut sewu, rungok no kira-kira. Ngomong paran? Ada yang dengar bisa? Kurang hebat bagaimana lagi Nabi Sulaiman? Kekayaannya luar biasa, pendengarannya luar biasa, kehebatannya luar biasa. Tentaranya bukan hanya manusia, bahkan tentara jin, tentara burung, sampai satu burung namanya burung hud. Burung hud-hud, tidak ada ketahuan sama Nabi Sulaiman. Luar biasa, kaya, nabi, raja, pasukannya bukan hanya manusia. Tapi ternyata ketika mendengar sesuatu yang luar biasa, bukan menjadikan Nabi Sulaiman tambah aos. Kenapa aos? Aos. Gadak. Kalau kita kan, cepetan, melepuh. Gitu-gitu Nabi Sulaiman. Kalau saya panjenengan jadi Nabi Sulaiman kan semut ya wedi. Ya jelas semut Pak. Kan kita ngomong kari aos mesti semut jauh kok berani.
bagaimana saya ini ditakuti. Bahkan semut itu sudah takut kepada saya jauh. Begitu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, satu pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekelas Nabi Sulaiman, sekelas nikmat yang diberikan Nabi Sulaiman, tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong, tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa daratan, apalagi sampai bertindak aneh-aneh. Karena zaman sekarang itu orang kalau sudah dikasih nikmat hebat, lali pak, lupa sama syariat. Kalian lihat tadi bagaimana Habib Jawad sudah ngomong pak. Ketika sudah dikasih ilmu, khususnya kalau yang sudah jadi panutan di dalam apa namanya di masyarakat, sudah mulai buka pengajian, sudah mulai ceramah-ceramah. Dulu saya ingat nasihat Habib Hasyim, ketika ada satu sosok kontroversial nggih, yang katanya kiai kemudian ngomong aneh-aneh tentang Kanjeng Nabi. Habib Hasyim tiba-tiba ngomong begini, saya pernah duduk beli ngomong sama beliau, Sin, sebetulnya masalahnya itu bukan omongannya toh, sumber masalahnya adalah pencerama ini lupa sama ngaji. Wes kadung dadi kiai lali nggak ngaji, sedangkan ceramah harus terus jalan. Saben dino undangan ceramah, tapi ngajine wes mah mari, akhirnya dia yang mau disampaikan sudah habis, ndak ngaji lagi, ndak nambah ilmu, ngomong sakene. Itu kata beliau. Makanya bagi yang penceramah-penceramah, yang sudah mulai ceramah atau sudah ngajar-ngajar, walaupun di kampung, di rumah, di madrasah, di lain sebagainya, ojo lali nga, terus nga, itu istilahnya apa, ngaji sampai mati. Ngawur wis ngomongnya. Dan ketika ngawur, orang di bawah masyarakat nerimo mentah sudah pak. Bukan ngelihat syariat lagi, ngawur ngomongnya. Na'udzubillah min dalik. Makanya khususnya apalagi sekarang tahun baru, kemarin sudah ada perayaan-perayaan apa? Natal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah pak. Kanjeng Nabi sudah mengatakan Sahihul Bukhari, riwayat Imam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Imam Bukhari nulis dalam Sahihul Bukhari, hadisnya kuat. Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah bersabda, apa kata Kanjeng Nabi? Latattabi'unna sanana man qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lasalaktumuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Qalu, para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, qala faman? Kanjeng Nabi mengatakan, latattabi'unna, sungguh, pasti, pasti Pak. Kanjeng Nabi sudah ngomong. Kenapa? Karena sekarang pun terbukti dan itu pasti tidak bisa dipungkiri. Tergantung kita mau ikut apa tidak, kita mau terjaga atau tidak terjaga. Kanjeng Nabi yang mengatakan, pasti kalian akan ikut sanana jalan hidupnya man qablakum, orang-orang di sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dan Kanjeng Nabi beliau mengatakan, kalian tuh gak ngikut tiba-tiba. Gak ada pak. Gih, mas, pak, bu, mbak. Gak ada orang Islam itu ngikut jadi orang Nasrani langsung moro-moro. Itu murtad jelas kafir. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, kalian akan ikut shibron bi shibrin. Satu jengkal demi satu jengkal. Sitik, 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 sitik. Ketika sudah sedikit-sedikit, wadiro'an bi diro'in. Akan kalian ikuti bukan lagi satu jengkal, satu. Nopun, depan. Hasta. Kalau tadinya ikut sedikit, besok ngikut satu hasta dan tidak merasa kalau itu ikut Nasrani ikut Yahudi. Dan sampai lihat sekarang, betul kan? Mohon maaf, okay? Saya tidak ngomong fikihnya sudah. Apa namanya? Sudah basi omongan fikih itu. Sudah mulai dulu setiap tahun itu tukaran, Pak. Saben tahun tukaran. Coba sampai lihat, okay? Mohon maaf. Ini ayo direnungi. 10-20 tahun yang lalu, kita ini ribut masalah mengucapkan selamat. Betul? 10 tahun, 20 tahun yang lalu, saben tahun ruwet masalah mengucapkan selamat. Sekarang ruwet selamat Natal apa lebih parah? Lebih parah, Pak. Bukan urusan Natal lagi, selamat. Dulu, Pak, dulu dibahas oleh ulama. Ngomong selamat Natal, itu rame di dalam pembahasan ulama. Sekarang gak ngomong no selamat Natal, Natal bersama. Haul, orang yang dikatakan wali min auliyaillah, tapi bersama orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada orang yang mengatakan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan perayaan Natal. Berkah paran nih Pak. Apanya yang berkah? Mohon maaf, saya keras harus dalam masalah ini. Bukan saya anti sama merekanya. Mereka sudah orang yang di luar agama kita. Orang agama kita ngomong berkah Natal itu nopo maksudnya.
Nah, Nabi, dan itu tidak merasa salah, bahkan dibela. Kanjeng Nabi mengatakan sibron bi sibrin, pelan pelan pelan, besok diroan bi diroin. Sekarang tidak ngomong lo selamat Natal maning, tidak ngomong selamat Natal. Apa yang dibahas sekarang? Natal bersama. Dulu kita ribut 10-20 tahun yang lalu, ribut bagaimana hukum menjaga gereja. Sekarang melebu nang juru gereja ngenterno tumpeng. Sekarang bukan lagi ngenterno tumpeng, itu 2 tahun 3 tahun yang lalu ngenterno tumpeng. Saiki tola al badru ah, kurang ajar ba. Kanjeng Nabi al badru hadatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan kita al badru Muhammad sallallahu alaihi wasallam min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi. Dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tola al badru bareng sama nyanyian gereja. Oh enggak apa-apa, itu kan kita toleransi. Nabi Muhammad sudah mengatakan, kalau dulu orang malu sibran bi sibrin, lama-lama ziroan bi ziro. Kalau kan sampai ngelihat, pengen lihat orang muslim ikut kepada agama kafir, Kanjeng Nabi enggak mengatakan tiba-tiba berubah kafir. Metu nang omah moro-moro kalungan salib, enggak ada, Pak. Ada. Jamaah pengajian tiba-tiba kalungan salib, wes ketok nek kafir, Pak. Tapi ketika Kanjeng Nabi mengatakan ikut agama mereka, al-Yahud wa Nasoro, Kanjeng Nabi mengatakan kalian akan ikut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai ujungnya apa kata Kanjeng Nabi? Hatta laudakhalu juhrodobin lasalaktumuhu. Sampai-sampai. Andai kata mereka orang di luar Islam masuk ke lubang biawak. Lubang biawak itu sandi sih. Hah? Sak sumur? Kan lubang biawak kan kecil nggih, cukup untuk badannya biawak. Nabi Muhammad beliau mengatakan kalau mereka masuk lubang biawak alias melakukan hal yang tidak masuk akal, la salaktumuhu, kalian akan ikut sama mereka, sama pasti miluis. Cukup khawatir milu-milu. Kanjeng Nabi mengatakan, hati-hati, pelan-pelan-pelan, besok akan gampang, bahkan sesuatu yang mustahil akan kalian laksanakan bersama. Nah, Holy Kiai, Pak, saya kadang-kadang membayangkan Holy Kiai artis diundang ceramah metal nang arep panggung kan nggih. Bukan saya ngarang, Pak, saya melihat videonya. Nyanyi-nyanyi. Saya membayangkan bagaimana kiai yang di Holy nangis itu, Pak. Betul kan? Kira-kira dapat apa? Fatihah ngono, Pak. Iya kadung Fatihah, dapat beliau kiriman-kiriman pahala Fatihah. Kadung maksiat. Apa ndak nangis itu, Pak? Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jangan jauh-jauh lah, ayo jauh, jangan jauh-jauh. Orang tua sekarang, Mang, ini khususnya pemane tahun baru mari ngene. Orang tua, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pelan-pelan, pelan-pelan. Dulu zaman saya kecil, apalagi zaman Habib Jawad masih kecil, masih muda, mungkin lebih nemen lagi. Zaman saya dulu nggih, zaman sampean-sampean nggih. Orang mau potongan aneh-aneh ku izin, betul. Kadang-kadang cukur bagus-bagus, karena tukang cukure kadang-kadang ibu edw, kesalahan sret petal sidik, gak melebu sekolah seminggu, Pak. Betul? Gak masuk sekolah seminggu, kadang-kadang atau sekolah kofian. Ih, kari kofian, gini le alim. Padahal petal juru nih, Pak. Sekarang, tidak ada malu itu lagi. Sibron bi sibrin wa diro'an bi diro'in. Hatta lau dakhalu juhrodobin la salaktumu, kata Kanjeng Nabi. Mereka lakukan aneh-aneh. Milu aneh-aneh. Aneh-aneh, tidak masuk akal. Memalukan. Ikut memalukan dan tanpa malu-malu mereka akan ikut, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak. Bapak yang ngenterno anaknya, tukang cukur. Mari cukur rapi-rapi. Mas tambah no mas. Sret. Sret. Betul? Di, apa namanya, semir. Bapak sih ngongkon. Anu beb, mumpung liburan, nanti saya potong lagi mari liburan. Itu ibarat maksiat tuh hing pamparan, mari liburan, lanjut lagi. Lah kok ada waktunya aneh-aneh ke di... Makanya gih, mudah-mudahan kita jadi seperti Nabi Sulaiman. Ketika kita punya pengaruh di masyarakat, mahabbatun Nabi yang alhamdulillah sudah berkembang luar biasa. Mudah-mudahan tidak jadi lupa diri, makanya saya minta satu nasihat dari guru-guru kita. Ojo pati aneh-aneh. Ojo pati aneh, mesio apik, mesio bagus, jangan aneh, aneh. Bahkan kalau guru-guru kita, mohon maaf ya, guru-guru kita. Sampai beliau-beliau ngasih nasihat. Bukan kita ini anti sama Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu setiap Senin kita mulai. Kan gitu, Indonesia, tanah air. Jangan dibawa ke madres,
pengajian. Walaupun itu sebetulnya bagus Indonesia Raya, tapi kalau tempatnya salah jadi salah. Bukan masalah, kan gak duso, Beb. Kadung hing duso pelan-pelan. Nanti Indonesia Raya maringono metal, Pak. Aneh-aneh tambah. Walaupun sebagian yang mengatakan yang lain, oh monggo Indonesia Raya tok ojo laine. Tapi janganan ojo pati aneh-aneh. Aneh-aneh sekarang walaupun ndak dosa, besok jadi aneh-aneh, tambah aneh-aneh. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau ketika mendapatkan kemuliaan, ketika beliau mesem, apa yang beliau ucapkan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aj'alni min ibadikas wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikan kekuatan untukku ya Allah, berikan ilham kepadaku ya Allah untuk syukur kepadamu ya Allah, untuk bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku ya Allah. Wa anak malah solihan, bukan cuma syukur sudah nikmat dikasih, tapi untuk terus berbuat amal soleh. Dan terakhir, masukkan kami ya Allah, masukkan aku ya Allah, kata Nabi Sulaiman, termasuk hamba-hamba yang soleh. Amin, amin ya Rabbal. Makanya mudah-mudahan jadi cambuk buat kita semuanya nggih. Majelis yang sudah diadakan dengan baik di awalnya terkadang rusak gara-gara pengelolaan yang aneh-aneh, model-model yang mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah seperti salaf-salaf kita, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Mugi-mugi barokah manfaat. Mantun niki pidato, Beb. Diitungani ada Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, muga-muga tetep setia kang istiqomah. Kang salah beti ibadah lan nglakoni kesayan istiqomah teng syariat, istiqomah teng sunnah, istiqomah tentang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dados menungso yang paling dicintai kula lan nika di antara menungso mongso litune lan donya. Amin Allahumma amin. Dan teng salebet itu nggih nggih nanti waos monggo sami-sami nyuwun teng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi diparingi sehat wal afiat, dawa umur barokah, gampang rezeki ini, dan ditungakan para hamba, para kiai, para guru ini mugi-mugi istiqomah teng salebete dakwah. Amin Allahumma amin. Dan majelis mahabbatun nabi khususnya lan majelis-majelis lintune niki saged istiqomah eksis dengan mengikuti para salaf dan tidak aneh-aneh. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari al-asafil Muhammadiyyati 'uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda, وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه،
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك تبعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووزره وله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة شف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العلاب أولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين العالمين الفاتحة pengumuman dalam rangka haul Al-Habib Salim bin Abdullah Syadiri yang keempat dan haul Al-Habib Hashim bin Abdullah Segaf yang kedua akan dilaksanakan hari Rabu depan, hari Selasa, hari Selasa malam Rabu tanggal 4 Januari 2023 tahun depan insyaallah. Hah? Saya kisah rekor tak? Ya. Tanggal 4 Januari 2022 hari Selasa malam Rabu acara dimulai sholat maghrib berjamaah yasin tahlil dan ceramah selesai insyaallah untuk pembacaan khatmul Quran dan maulid akan dimulai pukul 4 sore jam 4 baca khatmul Quran maulid maghrib yasin tahlil dan ceramah selesai diharap kehadiran para jamaah khusus muslimin. Mohon maaf belum bisa menyediakan tempat untuk muslimat, muslimin tok. Jadi para ibu suaminya diikhlaskan gitu untuk melakukan dewek. Insyaallah penjenengan yang di rumah
dapat barokahnya. Selanjutnya satu lengser berapa orang? 4 ya. 1-4 insyaallah cukup barokah. Sudah selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Makan minum tangan kanan sunnah. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا عليك الصلاة عليك
السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام برسام Semoga berkat salawat kita semua akan selamat. Semoga berkat salawat kita semua akan selamat. Bersama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Alaikassalam. Assalamu alaikum.
الصلاة عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام السلام عليك الصلاة عليك 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 السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم Oh,
wisrahino, Bambang wisrahino, Bambang wisrahino, Bambang wisrahino, sergege ne muncul. Horor.